فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تستطع فعلى جنب، يقول: ما هي كيفية الصلاة على جنبه، وهل يشترط أن يكون الجنب الأيمن؟ أي نعم، الأولى الجنب الأيمن، وإذا لم يستطع الجنب الأيمن على جنبه الأيسر ما يخالف، بس يكون وجهه إلى القبلة، يكون متوجها إلى القبلة. نعم.